الفيديو ديال اليوم مختلف على كاع الفيديوهات، كيف ما كتشوفوا حنايا في الطريق لقيتونا غادي للبلاد. وبقاو معايا غنبارطاجي معاكم التصاويره ديالي. بنتي فيروز يرضى عليك، بخير فوق في خير. هذه ازرو البنات، انا ما عمري ما مشيت ليها. هنايا هبطنا كنا خصنا نقضيو واحد الغرض وصورت معكم هذه البلاصه عجبتني. وهنايا وصلنا زايده زايده على العالم، خلاتها ليلى وواحد البنت كانت كدير لي لايف فيسبوك عزيزه عليا. المهم بالنسبه للسفيره هذه، غير باش نشرح لكم، حنا غاديين للبلاد على قبل واحد المناسبه، وديك المناسبه غادي نبارطاجيها معكم في هذا لا فيديو نيت. نبارطاجي معكم هاد الايامات اللي بقيت في البلاد. الا ما كانتش تجيني لا فيديو طويله، الا كانت غتجيني لا فيديو طويله غادي ندير جوج فيديوهات على السفيره هذه. صافي المهم هانتوما معايا، انا براسي باقي ما عرفت، انا كنصور معاكم وكنبارطاجي معاكم. الا كانت لا فيديو قصيره غنحط فيديو وحده، الا كانت طويله كيف ما قلت لكم. هذه اختي التفاحه ميدل، شكون اللي ما كيحمقش على ميدل؟ ميدل مدينه غزاله، غزات جمال على جمال، كتحمقني انا ميدل. عرفت ورا من 8 الصباح وحنا خارجين، انا راه ماشي عييت شي حاجه فوق عييت. بنتي مسكينه غنتكيات هي صافي عييت، ما كنكذبش عليكم كنتسنى وقتاش نوصل. والله انا البلاد فاش نجي ليها تنكون اكتيف، تنكون في الطريق صافي تنوصل من الطريق، من الطريق انا تنطلع. المهم دابا قربنا دخلنا الراشيدية، قلنا الراشيدية ولا قربنا؟ دابا قال لك البهارات. ايوا والله وصلنا على خير يا ربي. غزالات البارح ما بقيت بارطاجيت معاكم حتى شي حاجه، مازال صافي مني قربنا الرشيديه صافي ما بقيتش بارطاجيت معاكم شي حاجه. المهم دزنا على الرشيديه، جبت معايا بنت خالتي وخديت ليا بيجامه في السويقه ديال الرشيديه حيت كان البرد في البلاد، وانا كنت جايبه غير بيجامات ديال هكا الصيف وهذا، حيت حنا باقي عندنا هنايا الصاد، وكنت ديت معايا غير بيجامات باردين ودزنا على الرشيديه باش ناخذ شي بيجامه. ومن هاني جبت معايا بنت خالتي. مهم هنايا النهار الاول ديال العرس اللي هو الغد ليه. المهم هانتوما معايا، بارطاجيت معكم هكا شي لقطات، واخا الصراحه ما كيبانش داكشي مزيان، المهم غير بغيتكم تعيشوا معايا وصافي. هنايا لقيت راجلي مصورني هاد اللقطه هادي بلا كاع ما نحس، هذا قفيطان خفيف من عند وداد كريستال. اصلا انا خديت كلشي خفيف على قبل بنتي، وراكم عارفين الرضاعه وداك الشيء. وهنايا جاو المعروضين الغدا،
صراحه ما كرهتش نبارطاجي معكم داكشي كيف ما هو، ولكن راكم عارفين ما خصني نبين حتى شي واحد. هنايا كيف ما كتشوفوني فرحانه انا وبنتي، لابسين انا وياها بحال بحال. هذا القفيطين هذا هو اللي كنت ديجا بارطاجيت معكم في العيد الكبير جو بونس، خيطنا انا وياها بحال بحال. بالنسبه لقفطاني انا ماشي خيطته، خديته من عند سومية تيفو، واحد البنت راه كانت كتجيب قفيطنا غزالين. وبالنسبه للمرار خديت لها نفس الثوب وخيطته ليها بحالي. هذا كنقولوا ليه الحنه، كنديو الحنه للعروسه. هنايا لقيتوني لبست ولبست ميرال، لبسنا نفس اللون اصلا، دائما ماتشي ماتشي انا وميرال. هنايا كنت كنحاول نوريكم غير شويه شنو لابسين. هنا كنا غاديين في الطريق، نخليكم مع الاجواء، صراحه اجواء غزاله. النقطه البنات غادي نوضحها لكم بالنسبه لهذا، كنقولوا لي كيف ما قلت لكم ديجا الحنه نورمالمون كيمشيو الناس على رجليهم، كيديو الحنه للعروسه على رجليهم بالدقيقيه واش طيحوا النشاط، ولكن بحكم ان دار العروسه بعيده على دار العريس ما يمكنش الناس يمشيو على رجليهم، شي شويه صعيبه. ديكو مشينا في الطوموبيلات داك الشيء علاش، ومع ذلك واخا كيكونوا الطوموبيلات كتبقى لومبيونس زعما كتمشيو ناشطين، كيمشيو الطوموبيلات ناشطين باجواء المناسبه حتى لدار العروسة. صافي غادي نكملوا، غادي يكملوا هما الحنه على رجليهم حتى لدار العروسه، حيت اصلا ما بقاش بزاف وقفوا شي شويه بعيد على دار العروسه باش يمشيو بالشطيح لدار العروسه.
وهذا النهار الثاني راجلي كان بغي يمشي لقلميمة باش يجيب الخبز. الخباز اللي تعاملوا معاه كان في قلميمة باي ذا واي حنايا في تين جداد. قلت ليه نمشي معاك. ايوا صافي داكشي اللي كان. مهم بالنسبه للبحث ما بقيت صورت معاكم والو. صافي جاوا الناس تعشاو يعني ما كانت شي حاجه زعما خاصها تصور. تعشينا صافي شدينا الطريق للدار فين كاينه البرزه دار العروسه. هانتوما معايا واحد الحاجه البنات سمحوا لي بزاف ما قدرتش نصور زعما كوم يلفو. انا براسي والله ما لقيت راحتي في التصوير. تخيلوا معايا التصوير هكا وانا واقفه انا وبنتي ولا انا وراجلي دايرينها والله ما درناها بقوه ما الناس كانوا خايفين. دعت الهضره بانني دايره شي في يوتيوب كلشي كان خايف كدايره فيهم الرعب. راجعين في حالاتنا للدار وهنا غتسالي لا فيديو ديالي وغنقول لكم باي باي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي.